وهذا دعاء خاص للمرحوم روحية محمد رمضان حفظه الله بنية الصحة والعافية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. اللهم يا مسهل الحديد ويا ملين الشديد ويا منجز الوعيد، أخرجها وأخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد على أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيها وتشفي كل مريض وتعافيه بحولك وقوتك. أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين.